إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن واقع الأمة المسلمة في واقعنا المعاصر، وعن حالها في واقعنا الحاضر، وبينا أن الأمة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن تختلف كثيرا عن أمة القرآن التي نراها في مثل هذه الأيام، وقلنا بأن الأمة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن وصفها الله بالخيرية، وعلم الله خيريتها بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله جل وعلا، ولكن أمة القرآن ضيعت هذا المنهج الرباني فضاعت بين الأمم وسقطت من القمة السامقة إلى قمة الحضيض. وقلنا بأن الله جل وعلا قد وصف الأمة في القرآن بالوسطية والاعتدال، ولكن الأمة في الواقع المعاصر ترست هذا المنهج الوسط وأبت إلا أن تسلك طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى. جنحت الأمة لليمين مرة، ولليسار مرة، وللشرق مرة، وللغرب مرة، وتركت طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولما فعلت الأمة ذلك أذلها الله لمن كتب الله عليهم الذلة والذلة والهوان، ولا يوجد على الإطلاق أذل ممن أذله الله للأذل. وقلنا بأن الله وصف الأمة في القرآن بالوحدة ودعاها إلى ذلك، ولكن الأمة قد أبت إلا أن تمزق شملها وتشتت صفها وينفرط عقدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويوم أن وصلت الأمة إلى هذا الحال من التشتت والتمزق والتفرق والضياع، طمع فيها الضعيف قبل القوي، والذليل قبل العزيز، والفقير قبل الغني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقلنا بأنه مما يزيد اليأس والقنوط عند كثير من المسلمين أنه لو نظر حتى إلى أمة القرآن من منظور الركب المادي الحضاري كما يقولون لوجد أمة القرآن تأتي خلف الركب إلا لم تكن وراء الركب البعيد. فطاقات أمة القرآن معطلة، عطلت طاقاتنا العقلية، وعطلت طاقاتنا العددية، وعطلت طاقاتنا العلمية، وعطلت طاقاتنا العملية، وعطلت طاقاتنا الثقافية. فأثقل شيء عندنا هو العمل، وأحب شيء إلينا هو الكسل، وأقل الثروات قيمة عند الأمة هو الإنسان.
وقلنا بأنه منا يزيد اليأس والقنوط عند كثير من المسلمين أنه في الوقت الذي يرى فيه أمة القرآن على هذا الحال من التمزق والتشتت والخزي والضياع يرى أمم أخرى قد وصلت إلى أرقى درجات التقدم المادي بصورة لا يكاد يصدقها عقل. ومما يزيد اليأس أيضا عند كثير من المسلمين أنه يرى جميع الأمم على اختلاف مشاربها وعلى اختلاف أيديولوجياتها وعلى اختلاف نظرياتها لا تتفق على شيء قدر اتفاقها على الكيد للإسلام والمسلمين. ولكن بالرغم من كل ذلك وبالرغم من أكثر من ذلك فإننا على يقين كما أننا على يقين أن الشمس تشرق في سبب السماء لتنير أرجاء المعمورة إننا على يقين وينبغي أن تكونوا على يقين أيها المسلمون في كل مكان إننا على يقين جازم على الرغم من كل هذه الحروف على يقين بأن المستقبل لهذا الدين رغم كيد الكائدين. إن المستقبل لهذا الدين بإذن الله جل وعلا. لأنني أرى في هذه الأيام بالذات وتحت رحى هذه الفتنة الطاحنة أرى كثيرا من القلوب قد اجتاحتها موجة عارمة من القلوب واليأس على أنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك عودة للمسلمين وأن يكون هناك نصرة لدين الله عز وجل. ولكن أبشروا أيها المسلمون واعلموا علم اليقين بأن النصرة لدين محمد صلى الله عليه وسلم وبأن المستقبل لهذا الدين رغم كيد الكائدين. فتعالوا معي لأشف إليكم هذه البشريات لأشف إليكم هذه البشائر التي تبشر بنصرة دين الله جل وعلا على الرغم من كل هذه المحاولات التي تدبر وتخطط في الليل والنهار من كيد الإسلام والمسلمين. أقول بالرغم من كل ذلك أبشروا بنصرة الله وأبشروا بوعد الله ووعد الله قائم ووعد الله صدق ووعد الله حق ووعد الله لا يخلف أبدا إن الله لا يخلف الميعاد. البشارة الأولى من هذه البشريات هي وعد الله جل وعلا بنصرة دينه وغلبته وإظهاره على الدين كله. استمع إلى الله جل وعلا وهو يقول في سورة الصف سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مطل من نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا لها من بشارة عظيمة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وهل يضر السماء نفخ الكلاب سقطت ذبابة حقيرة على نخلة عملاقة فكادت الذبابة أن تطير فقالت لهذه النخلة العملاقة تماسكي أيتها النخلة فإني راحلة عنك. فقالت لها النخلة العملاقة انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة وهل أحسست بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني. وهل يضر السماء نفس الكلاب يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. لا يطفئ نور الله جل وعلا جميع الأفواه ولو اجتمعت. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ويا لها من شهادة الله يشهد لدين محمد بأنه الهدى ودين الحق. ويا لها من شهادة وهي كلمة الفصل التي ليس بعدها زيادة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقد تحقق وعد الله. لا تظن أن هذا كلاما لم يتحقق. تحقق وعد الله مرة في حياة حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أتم الله لهم النعمة وأكمل الله عليهم الدين وأظهر الله دينه على كل الأديان. فالدين الإسلامي في ذاته فدين لا يقف أمامه أي دين. وفي واقعه أظهره الله جل وعلا. أظهره في حياة رسوله وعلى يد الرعيل الأول الذي حمل راية الإسلام خفاقة عالية وهم
الله دينه. ولقد أظهر الله دينه مرة ووعد الله جل وعلا قائم إن قام المسلمون بمنهج الله جل وعلا. وعد الله مذكور لكل فئة من أهل الإيمان ترفع راية الإسلام خفاقة عالية وتطلب النصرة من الله جل وعلا. وعد الله قائم لا يتبدل ولا يتخلف ولا يتغير ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإليكم البشارة الثانية في سورة الأنفال. يقول الله جل وعلا وهذه البشارة بالذات لها وقع عجيب على قلوب أهل الإيمان ولها وقع لذيذ على قلوب أهل الثقة بالله جل وعلا. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنفال واستمعوا إلى هذه البشارة الطيبة أيها المسلمون وأبشروا بها في كل مكان على ظهر هذه الأرض. يقول الله جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يا لها من بشارة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. فدعهم ينفقوا الأموال دعهم ينفقوا المليارات والدولارات فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يا لها من بشارة عظيمة. إن الذين كفروا إن أعداء هذا الدين لا يتوضعون في الليل والنهار على أن يبذلوا كل ما يملكون من محاولات لتنحية هذا الإسلام. فهم على يقين مطلق يا عباد الله أن هذا الإسلام هو المارد العملاق الذي إن هب من مرتبه لأباد مدنية الشرق الملحدة وحضارة الغرب الفاجرة. هم يقولون ذلك وفي كتبهم ذلك ويسجلون ذلك. هم الذين قالوا لا يمكن أبدا أن ننتصر على هذا الإسلام بقوة عدد أو بقوة عتاد. لا يمكن على الإطلاق أن ننتصر بعد اليوم على المسلمين بقوة السلاح وبقوة العتاد لأن الاستعمار بالسلاح والاستعمار بالأبدان والجنود يثير الحماسة في قلوب المسلمين ويثير الحمية في قلوبهم فيثورون على المستعمر. لذا قلنا إنه جيدة أنه لا يمكن على الإطلاق أن تكون في واقعنا المعاصر صورة من صور الاستعمار المادي أن تأتي قوة أو دولة لتستعمر دولة أخرى. هذا لا يمكن على الإطلاق. ولكن هناك صورا أخرى من الاستعمار أقسى وأمر ورأس وغانية. كأس وغانية يا عباد الله كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع وقد فعلوا ذلك تماما. كأس وغانية كأس خمر وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع وفعلوا ذلك وأكملوا المؤامرة والمخطط. هذا هو تدبيرهم. لا يتوقعون من هذا اليوم على انفاق ما يملكون من الاموال للصد عن سبيل الله ولتنحية هذا الاسلام العظيم. انتبهوا معي ايها المسلمون. فكم انفق من اموال على تنصير المسلمين كم انفق من اموال على تدعيم الاقتصاد الربوي اليهودي الكافر حتى لا تقوم للاقتصاد الاسلامي قائمة. كم انفق من اموال لتدعيم الاقتصاد الربوي اليهودي الكافر حتى لا تكون من الاقتصاد الاسلامي قائمة. كم انفق من اموال على اندية البشاري في جميع انحاء العالم الاسلامي وغيره. كم انفق من اموال على اندية الماسونية في جميع انحاء العالم. كم انفق من اموال على حرب دامت لسنوات طويلة للقضاء على الموحدين الافغان وعلى المسلمين الافغان. كم انفق من اموال مثل إشاعة الرذيلة وتحطيم الأخلاق بين
صفوف المسلمين عن طريق الأفلام الدائرة والمسلسلات الفاجرة كم أنفق من أموال. ولكن ما الذي حدث؟ إن هذه الأموال التي أنفقت بالمقارنة إلى ما وصل إليه من نتائج أمرا يزلزل قلوب أهل الكفر ويشرح صدور أهل الإيمان لقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وتتم حسرتهم الكبرى يوم يحشروا إلى جهنم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يا لها والله من بشارة إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لا بد من غلبة الحق ولا بد من ظهور دين الله جل وعلا ليظهره على الدين كله. قالها جورج برنارد شو: إن الإسلام سيكون دين أوروبا في القريب أو البعيد. وكنت نرى في خطبة اليوم أن هناك صرخات مدوية، صرخات ينذرة، صرخات مرعبة. لا أكون من أبناء المسلمين وإنما أكون من أبناء الشرق والغرب. هذه الصرخات تنذر بسوء البشرية، تنذر بسوء مصير البشرية في وجه أمام هذه الحضارة المادية التي ما تركت شيئا إلا واخترعته لعبادة هذا الإنسان. صرخات تنذر بسوء مصير البشر على ظهر المأمورة، وهي نحن نسمع في كل يوم ما من نشرة إلا ونسمع وما من فريدة إلا ونقرأ. مصير مرعب للبشر في كل أنحاء الأرض لما اخترعته هذه الحضارة المادية المرعبة. ومن قرأ كتب هؤلاء العلماء أو المفكرين أو الأدباء من الشرق والغرب لفزع والله. صرخات ملعبة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا بإيجاز في هذه البشارة الثانية. أما البشارة الثالثة يا عباد الله، يا أهل التوحيد ويا أهل الإيمان والإسلام، البشارة الثالثة من سورة النور. يقول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إيمان وعمل صالح، هذا الشرط، هذا هو الشرط. كما هو الجواب، ما هو جواب هذا الشرط أيها الأحباب؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. وعد الله قائم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فأين أهل الإيمان وأين أهل العمل الصالح؟ إن وجد أهل الإيمان ووجد أهل العمل الصالح فأبشروا بوعد الله جل وعلا، فأبشروا بوعد الله جل وعلا. ما هو وعد الله؟ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. تحقق وعد الله أم لم يتحقق؟ تحقق والله مرة في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي عهد الرعيم الأول الذين حملوا راية الإسلام خطاطة بمنتهى العزة والرفعة، حملوها وانطلقوا في ربوع الأرض بعزة أهل الإيمان وثقة أهل الإسلام، بأيديهم اليمنى السيف والرمح أو بأيديهم اليمنى كتاب الله ودين الله جل وعلا، وبالأخرى سيفا ورمحا ليدعو إلى دين الله عز وجل وليطلبوا دين الله في وجهه وعلى كل من أبى وعلى كل من وقف ليصد الناس عن الدخول في دين الله عز وجل. انطلقوا بعزة أهل الإيمان وقالها ربعي لرسطن: لقد كنا نحن قوما ابتعثنا الله. لماذا ابتعثنا الله؟ لبناء العمارات وركوب أسخم السيارات وأكل ما لذ وطاب من الطعام والشراب وقضاء الأوقات أمام المسلسلات الفاجرة والأفلام وقضاء الأوقات أمام المباريات وصرخات وانفعالات وحروب على هذا الغراب.
لا، نحن قوما اجتع عصم الله لنخرج العباد، العباد من عبادة العباد الى عبادة الله وحده، ومن جور الاجيال الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. يوم ان فهموا ذلك، فهموا ذلك وانطلقوا بهذا الفهم، بانت لهم ارجاء معمورة، حتى وصلت حدود الدولة الاسلامية الى اقصى المشرق والمغرب، واذل كسرى واهين قيصر. تحقق وعد الله جل وعلا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وسيظل الحال على هذا إنهم عبدوا لوحدي ولن يشركوا بي شيئا. أما البشارة الرابعة فهي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالآيات التي تتحدث وتبشر بنصرة دين الله كثيرة جدا، ولله الحمد والمنة. أما البشارة الرابعة فهي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أعيروني القلوب والأسماع واستمعوا إلى هذا الحديث المبارك الذي يدخل الأمل والسرور والطمأنينة إلى قلب كل موحد بالله جل وعلا. الحديث رواه أحمد ورواه الإمام الطبراني، وقال الطبراني رجاله رجال الصحيح، وصححه الحاكم وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وصححه الألباني على شرط مسلم، من حديث تميم الداري رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الامر، والامر هنا بمعنى الاسلام او الدين، ليبلغن هذا الامر او الدين او الاسلام ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. اسمعتم؟ اسمعتم بشارة اعظم واغنى من هذه البشارة؟ ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر، حتى بيوت الشعر والشعر بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. ويؤيد هذا الحديث حديث خطاب بن الأرت الذي رواه البخاري أن خطابا رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بوزة في ظل الكعبة، وقد اشتد علينا إيذاء أهل قريش أو إيذاء أهل مكة، فذهبت إليه وقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه وقال: لقد كان من قبلكم يمسك بأنصاف الحديد ما دون عظمه ولحمه، فما يصرفه ذلك عن دين الله، ويؤتى الرجل فيوضع المنشار في مفرق راسه فيشق نصفين، ما يصرفه ذلك عن دين الله، والله اول الذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر اي هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وعد الله قائم ايها المسلمون. وفي الحديث الذي رواه الامام احمد وقال صاحب مجمع الزوائد رجاله ثقات، وصححه الامام العراقي صاحب تخريج اليحيى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث من حديث حذيفة رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون، تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا او عظوما فتكون ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وعد الله قائم.
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة إن شاء الله جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقاتل المسلمون اليهود لا بد وحتما من ذلك. وعد الله قائم، لا اتفاقيات ولا معاهدات ولا بنود، وعد الله قائم ولن يخلف الله وعده ولن يخلف الله عهده. يقاتل المسلمون اليهود فيغلبون على الإسلام فينتصرون عليه حتى يقول الحجر والشجر، ينطق الله الحجر وينطق الله الشجر، ما لها من معجزة ولا لها من كرامة، حتى ينطق الحجر والشجر ويقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعالى إن ورائي يهوديا، تعالى تقتل. ينطق الحجر وينطق الشجر إلا نوعا واحدا من الأشجار، ألا وهو شجر الغرقد. وتعجبون أن اليهود الآن يقومون بحملات رهيبة واسعة لزراعة معظم الأراضي من شجر الغرقد، لأنهم على يقين أن قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلنها صريحة والله، وأقول بأنه لا يمكن للمسلمين على الإطلاق أن ينتصروا في يوم من الأيام على اليهود بسلاح أو بعتاد، لأن اليهود أهل عقيدة ولن يغلبوا إلا بالعقيدة، إلا بعقيدة التوحيد وعقيدة الإسلام. ينفق الله الحجر والشجر حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعالى تعالى خلف اليهودي، تعالى فاقتل. إلا شجر الغرقد، والآن حلة رهيبة لزراعة هذا الشجر، لأنهم يثقون بقول محمد صلى الله عليه وسلم. ربما لا أكون مبالغا إذا قلت بأنهم يثقون بقول محمد أكثر من ثقة بعض المسلمين بقول رسول الله. يا لها من بشائر. والأحاديث في هذا الباب أيضا كثيرة أيها الأحباب، فهذه بشائر أخرى خالصا من بين البشائر المختلفة التي تبشر بنصرة دين الله جل وعلا. إثبات جميع الأنظمة البشرية، وها نحن نسمع الآن الصرخات المدوية التي تعلن بسوء مصير هذه البشرية أمام هذا التقدم المادي الذي ما ترك شيئا إلا واخترعه لعبادة هؤلاء البشر. صرخات من هنا ومن هناك تنادي على منكر، ولا شك أن المنكر هو الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام هو دين الفطرة وهو دين البشرية جمعاء الذي قضاه الله جل وعلا لجميع البشر دينا. ثانيا، ما نراه من صحوة إسلامية عارية في كل جميع أنحاء العالم الإسلامي، وما نراه من عودة صادقة من المسلمين إلى الله جل وعلا وإلى دين الله عز وجل. وإذا أردت أن تتحقق من ذلك فبنظرة عاجرة على أي مسجد من مساجد المسلمين لترى كتائب الشباب المسلم وقد عمرت بيوت الله جل وعلا منذ 30 سنة فقط. أتحدى أن يقول لي واحد من الناس أنه كان يرى هذه الجموع المؤمنة من كتائب الشباب المسلم في أي بيت من بيوت الله عز وجل، حتى ولو في بيت الله الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بشارة تطمئن وتشرح الصدور، وهذا من فضل الله جل وعلا. وبدأ المسلمون من جديد يعودون إلى دين الله عز وجل، ويعلمون أنهم خدعوا طيلة السنوات الماضية، وربما خدعهم أبناء المسلمين ممن فرقوا في مدارس الاستعمار ومدارس أعداء الدين الذين نقصد بأوصاف المحررين والمجددين والمطورين، وعادوا إلينا لينفذوا سموم فكرهم وعقيدتهم التي تربوا عليها في مدارس الاستعمار. فهم المسلمون ذلك والحمد لله، وذلك بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل العلماء المخلصين والدعاة الصادقين. فهم المسلمون ما يخطط لهم وما يراد بهم، وهذا من فضل الله جل وعلا. وبشارة ثالثة أننا نرى والحمد لله غير المسلمين يدخلون في الإسلام، على الرغم من أن الدعوة التي تبذل لدعوة هؤلاء لا تذكر ولكنه دين الفطرة. فمعنى الفطرة أيها الأحباب، معنى رصيد فطرة الإنسان، ومعنى رصيد فطرة الكون، ومعنى دين الحق الذي لأجله قامت السماوات والأرض، وأنزل الله لأجله الكتب
وأرسل الله لأجل الرسل، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك لعن الله، لعن الله ويامها من معية. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيا عباد الله ويا أيها المسلمون، الموضوع طويل جدا ولكنني أريد أن أضع النقط على الحروف، وأقول مهما كانت الحروف التي تكاد للإسلام وتدبر للمسلمين، فإن وعد الله قائم، وإن المستقبل لهذا الدين رغم كيد الفائزين، والإسلام لا دخل معركة إلا وانتصر فيها بإذن الله جل وعلا، وهو أعزل أعزل من السلاح بالمقارنة إلى ما يوجد عند غيره من سلاح ومن عتاد. الإسلام هو الذي قهر التتار، الإسلام هو الذي كافح الصليب الجيد، الإسلام هو الذي كافح الاستعمار البريطاني في السودان، الإسلام هو الذي كافح الاستعمار البريطاني في مصر، الإسلام هو الذي كافح الاستعمار الفرنسي في الجزائر. هو أعزل أعزل من سلاحه إلا من قوة الحق التي أودعه الله فيه، فمعه الحق ومعه رصيد فطرة الإنسان ورصيد فطرة الكون، ومن كان الله معه فمن يكون ضده ومن يكون عليه؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فوعد الله جل وعلا قائم يا عباد الله، وعد الله لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. ولكن هل يتنزل المطر كما يتنزل المطر من السماء؟ أتظنون ذلك؟ هل يتنزل النصر كما يتنزل المطر من السماء؟ أبدا. الأمر يحتاج إلى كفاح، ويحتاج إلى جهاد، ويحتاج إلى رجال، ويحتاج إلى أطهار، ويحتاج إلى أبرار، ويحتاج إلى أهل صدق، ويحتاج إلى أهل رجولة يحملون الإسلام من جديد، يرتفع إلى مستوى هذا الدين الذي ما أنزله الله إلا ليقود البشرية جمعاء. نريد رجالا يرتفعون إلى هذا المستوى، نريد رجالا يقومون إلى هذا المستوى العالي، إلى مستوى هذا الدين الذي ما أراده الله إلا ليقود، إلا ليقود البشرية جمعاء. المطر النسل لا يتنزل كتنزل المطر، ولكن النسل يتنزل بأسباب أودعها الله في كونه، فإن أخذنا بهذه الأسباب جاءنا نصر مسبب الأسباب جل وعلا، وإن تخلينا عن هذه الأسباب فلا نصرة لنا، ولو كان قائدنا ومعنا في المعركة هو محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان قائدنا في المعركة رسول الله وتخلينا عن أسباب النصر والنصرة ما جاءنا النصر من الله جل وعلا. ذلك وعد الله أيضا، وسنن الله الثابتة، وسنن الله القائمة. يوم أن تخلى أصحاب النبي في غزوة أحد واختلت بعض أسباب النصر، كانت النتيجة كما تعلمون جميعا. فالله جل وعلا أودع الكون أسبابا ونواميسا وقوانينا، لا بد أن نرتفع إلى مستواها، ولا بد أن نأخذ بها حتى يأتينا نصر الله جل وعلا. وسوف أضع النقط على الحروف، لأني بعض الناس يشتكون ويقولون نسمع كلاما يحمس القلوب ويزلزل الأسئلة، ولكننا نخرج وما علم كل واحد منا دوره، فما دوري أنا وأنا على ثغرة من ثغرات الإسلام؟ هذا هو المطلوب. انتبه يا عبد الله، انتبه أيها المسلم، يا من شرفك الله بالإسلام، انتبه أيها المسلم في كل مكان، اعلن علم اليقين أنك على ثغرة من ثغرات الإسلام، في متجرك، في مصنعك، في مدرستك، في جامعتك، في عملك، في نفسك، أنت على ثغرة. لا نريد أن ينطلق وأن يتحول الناس جميعا إلى دعاة يدعون لدين الله جل وعلا في المساجد ويتركون المزارع والمساجر والمصانع، لا نريد ذلك. أنت جندي للإسلام في موقعك أينما كنت، فأنت جندي لدين الله جل وعلا. وسوف أضع بعض النقاط العملية التي هي من السهولة واليسر على كل مسلم غيور على دين الله أن ينطلق من الآن ومن اليوم لنصرة دين الله جل وعلا، وعلى أن لا يؤتى الإسلام من قبله حتى لا يكون قائلا للأمانة التي أمنه الله عز وجل عليها. أولا، يجب على المسلمين وفورا، وأنت واحد منهم، يجب على المسلمين وفورا أن يعودوا إلى الإسلام وأن يكفروا، وأنت واحد منهم، وأن يكفروا بجميع قوانين البشر من ديمقراطية وعلمانية وشيوعية وبعثية إلى آخر هذه القوانين الكافرة
التي نحت شرع الله عز وجل وأعلت شرع البشر على شرع الله جل وعلا. يجب على جميع المسلمين وأنت واحد منهم أن لا تذعن لهذا القانون على قدر ما استطعت، واتقوا الله ما استطعتم. والله لا أعجب بهذه العبارة التي قالها يوما جلال الدين الأفغاني للغناة يوم أن احتلهم الإنجليز: لو أن ملايينكم طنت في آذان الإنجليز لغرقتم آذانهم. فهل صرخ كل مسلم في وجه حاكمه الذي رفض شرع الله وحكم فيه شرع البشر؟ هل صرخ كل مسلم في وجهه وقال لا 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 إلا لشرع الله جل وعلا؟ ولكننا نسمع ما يقول المسلمين بل العلماء يقولون نعم نعم للرجل الذي يحكم فينا شرع الله. أي شرع يا عباد الله؟ أي شرع يا عباد الله؟ شرع الله جل وعلا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل صرخت أيها المسلم؟ هل صرخت في وجه حاكمك بقدر ما تملك وبقدر ما تستطيع؟ لو صرخ الجميع ووصل الصوت صوتا واحدا، والله لطبق فينا شرع الله جل وعلا. ولكنه الجب، ولكنه الجب. فأنت مسؤول بقدر ما تملك وبقدر ما تستطيع في موقع مسؤوليتك وفي موقع عملك أن تربي الناس وأن تربي نفسك وأن تربي أولادك وأن تربي بيتك على أن الذي يحكمنا قانون كافر، على أن الذي يحكمنا قانون من وضع البشر، وغاب عنا قانون الله جل وعلا وشرع الله جل وعلا. ولا يمكن أبدا لنا عزة وريادة وسيادة وكرامة إلا إذا كفرنا بقوانين البشر وحكمنا فينا قوانين من رب البشر جل وعلا. لأن بعض الناس يقولون إذا أردنا مدنية وحضارة فلا بد أن نحيا شرع الله ونعلي شرع العبيد، لأنه أثبت أنه أجدى من شرع العزيز الحميد. ثانيا، إعداد الكوادر المسلمة في كل مكان وفي كل موقع. أقول لا نريد كل المسلمين دعاة في المساجد، بل أنت من الآن في متجرك، في مصنعك، في جامعتك، في مدرستك، في كل مكان مسؤول. فهيا فكر من الآن، اجتهد وقل كيف أنفع الإسلام وأخطط للإسلام وأنا في هذا الموقع. أضرب مثالا، أضرب لحضراتكم مثالا الاقتصادي، رجال الاقتصاد، لماذا لا يجلسون من الآن ويخططون ويدبرون ويضعون المنهج للقضاء على الاقتصاد الربوي أو على الأقل لرفعة الاقتصاد، لرفعة الاقتصاد الإسلامي؟ لماذا لا تفكروا أيها الاقتصاديون في ذلك؟ أيها الدكتورة في الجامعة، يا من درست الاقتصاد ويا من درست التجارة، أنت داعية إلى الله، أنت جندي من جنود الله، لماذا لا تشغل بالك؟ لماذا لا تنام الليل وأنت تحمل هم هذا الدين؟ تفكر كيف أستغل دراستي لنصرة دين الله عز وجل؟ كيف؟ أيها العامل في موقعك، لماذا لا تفكر في أهم الدين وتقول كيف أبتكر؟ أنا واقف على آلة، كيف أطور هذه الآلة لنصرة دين الله عز وجل؟ أيها المدرس، لما لا تفكر كيف أنتقل عقول هؤلاء الأطفال أو عقول هؤلاء الطلبة من الباطل إلى الحق لنصرة دين الله عز وجل؟ إعداد الكوادر في كل مكان وفي كل اتجاه. نريد المهندس المسلم والطبيب المسلم والاقتصادي المسلم والدبلوماسي المسلم والوزير المسلم والحاكم المسلم. نريد حاكما كعمر بن الخطاب أو كعمر بن عبد العزيز، ونريد قائدا كخالد بن الوليد، ونريد قاضيا كسريح القاضي، ونريد قاضيا كسريح القاضي، ونريد دبلوماسيا معبر عن الإسلام كجعفر بن أبي طالب يوم أن وقف أمام النجاشي يتحدث عن الإسلام. نريد الكوادر المسلمة في كل مكان، وإلا لو تطبق الإسلام الآن في بلد من بلاد المسلمين ولا توجد مثل هذه الكوادر، أتظنون أنه سيأتي الخير؟ لا والله، والله لا يكون في ذلك خير أبدا، لأنها ستكون كارثة، ستكون صدمة، سيحكم على الإسلام من خلال هذه الكوادر الفاسدة. فنريد إعداد الكوادر المسلمة من الآن. فكر واجتهد. ثالثا، على جميع رجال المال في العالم الإسلامي وهم كثرة ولله الحمد والمنة أن يتقوا الله في دين الله وأن يتقوا الله في الأموال التي وهبهم الله جل وعلا، بدلا من أن يستثمروها في بلاد الكفر يستثمروها في بلاد المسلمين. وها نحن نرى مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة في السودان ومصر وغيرها، ونريد أموالا طائلة. فأما
الله أن تستثمر هذه الأرض لاكتفاء المسلمين ذاتيا من الطعام والشراب، وينبغي أن تستغل هذه الأموال، لأن أموال المسلمين في خارج بلاد المسلمين يتحكم فيها هؤلاء لتسيير لذة العالم الاقتصادي كله. ومن بينهم أهل هذا المال وأصحاب هذا المال، فمن لا تكون لنا القيادة ومن لا تكون لنا الريادة؟ أنتم أصحاب الأموال التي تسير هذه البلاد، هي أموالكم يا مسلمون، هي أموالكم يا عباد الله. لماذا لا ننتبه؟ لماذا لا نسترد هذه الأموال لنستغلها لصالح الإسلام ولصالح المسلمين؟ وهبنا الله المال، وهبنا الله الأرض، وهبنا الله الذهب الأسود، وهبنا الله الغنى، وهبنا الله مساحة يحسدنا العالم كله عليها، وهبنا الله موقعا فريدا يحسدنا العالم كله عليه. لماذا لا نتقي الله جل وعلا في مقدراتنا التي وهبها الله جل وعلا الينا؟ اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. رابعا علينا ان نبدا من الان، وانت مسؤول عن ذلك ايها المسلم في كل مكان، سواء استمعت الي الان او استمعت الى شريطي في الى شريطك بخطبه الجمعه، انت مسؤول عن دين الله جل وعلا. هيا فلنبدا من الان بخطوه البدء التي بدا بها محمد صلى الله عليه وسلم. خطوه البدء هذه ان نضربنا على العقيده الصحيحه، وان نحول لا اله الا الله الى منهج حياه، الى واقع عملي في حياه الامه. انت لا تملك النتائج، خذ بالاسباب والنتائج موكولة إلى مسبب الأسباب جل وعلا. من يسألنا الله لماذا لم تنتصروا؟ ولكنه سيسألنا لماذا لم تعملوا؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مسؤوليتكم أيها المسلمون، وهذا هو دور كل واحد منكم، ولا ينبغي أن يدعي واحد منا أنه لا دور له ولا مسؤولية يتحملها، بل أنت مسؤول أمام الله عز وجل. فاتق الله على قدر استطاعتك، واتقوا الله ما استطعتم، والله جل وعلا سيجعل في هذا الجهد ولو كان ضئيلا الخير بإذن الله عز وجل. ووعد الله قائم، ينتظر العصبة المؤمنة التي تقوم وتعلو لمستوى هذا الدين الذي ما أنزله الله جل وعلا إلا ليقود. وأكتفي بهذا القدر خارج موضوعنا الذي كنا نتحدث فيه، وهو تفسيرنا لسورة مريم، وأعدكم أن نعود من الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء لتفسير آيات سورة مريم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ولكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والنظر إلى الله جل وعلا بقلوب صادقة وبقلوب خالصة وبدعوات مخلصة، أن يوفق الله جل وعلا الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم عجل بالقائد الرباني يا رب العالمين، اللهم خير لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أطفئ نار هذه الحرب والفتنة يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلها بداية خير للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلها بداية خير للإسلام والمسلمين. اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم ارحم البلاد والعباد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هم
عما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاشيا إلا هديته، ولا حاجة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أسرتها وقضيتها يا رب العالمين. أحبتي في الله، هذا وأشبر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله وملائكته يصلون عليه وأمركم بالصلاة عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويقذف به في النار، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.